لنا ما صار عنده برنامج مفضل عم يتابعه على البودكاست. دقيقة، شو يعني بودكاست؟ وليش صرنا عم نسمع كتير هالأيام عن برامج بودكاست متلفزة ومرئية؟ كلمة بودكاست جاية من كلمتين وهنا اختصار لجهاز شركة أبل آيبود، ويلي بيسمح للمستخدمين بتنزيل الملفات الصوتية، وكاست اختصار لمصطلح برودكاست ويلي معناه البث، وبيتفسر على أنه بث صوتي لأي محتوى بتسمعه حسب الطلب وبأي وقت بدك يا. نشأته كانت بال2004، لكن بال2012 قامت أبل بإدراج تطبيق بودكاست بهاتفها الذكي. صحيح الولايات المتحدة والعالم الناطق باللغة الإنجليزية هنن المسيطرين على سوق البودكاست، إلا أنه الأمور بلشت تتطور بال2019، انتشار كبير للبودكاست بأمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط، ومع انتشار السوشيال ميديا صار البودكاست أهم الأدوات اللي عم يتداولها الشباب هالأيام بسبب سهولة صناعته وقلة تكاليفه كونه متاح بين إيدينا، ونوعية المواضيع المطروحة يلي أغلبها عم تكون حساسة وربما محرمة، سواء اعتمد على التقديم الفردي أم باستضافة شخصيات مهمة عم تكون أشبه بجلسات بوح علني لتاريخ وقصص وتجارب تحمل نصايح وذكريات. وهلأ احكوا لنا بالتعليقات شو هو أكثر بودكاست أثر فيكم.